الكابتن عزمي مجاهد المتحدث باسم اتحاد الكرة المصري. اهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا بك. كابتن، يعني قول لنا شايفين ازاي طلب هكتور كوبر اولا؟ هل بالفعل ممكن ان انتوا تغيروا موعد مباراة الكونغو ولا لا، فيما يخص ان هو عايزهم يكونوا اكتساب حساسية المباريات ده وفقا لهكتور كوبر؟ هو هكتور كوبر طلب الطلب ده، والطلب ده اتحول لرئيس لجنة المسابقات السيد عامر حسين، ويتم بحثه ودراسته، لان كل اتحاد الكرة بكل اداراته بكل لجانه في خدمة طبعا المنتخب الاول من اجل التأهل لكأس العالم ان شاء الله في روسيا باذن الله. طيب، يعني احتمال كبير ان انتوا يعني تنفذوا له طلب؟ احتمال كبير طبعا يوافق على هذا الطلب، لان هو عايز اللعيبه تبقى تاخد حساسيه المباريات وياخدوا ويكتسبوا فورمه المباريات، وده شيء مهم جدا يعني. طب كابتن، اسالك برضو على فكره مد قيد او مد فتره القيد للاعبين، ليه مدتوها؟ هي اتمدت لان برضو الدوري العام، وكانت الفتره بتاع انتهاء الموسم كانت فتره يعني تاخر الموسم في 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 انتهائه، فادوا فرصه لان في بعض الانديه عشان ترتب اوراقها وتشوف لاعيبتها، ويدوا فرصه للتعاقد وللانتقالات يبقى في اريحيه يعني. وخلاص اكيد الدوري هيبتدي يوم 15 يا كابتن؟ ايوه، يبقى يوم 15 ان شاء الله. ده موعد مبدئي. ده موعد مبدئي، يعني ممكن تغيروه لسه، هتاكدوه عليه؟ ممكن، ده موعد مبدئي، ولجنة المسابقات بتعمل الجداول عشان برضه تبقى عاملة حسابها على فترة التوقفات بالنسبة لمباريات المنتخب ومعسكرات المنتخب الفريق الأول. بشكرك الكابتن عزمي مجاهد المتحدث باسم اتحاد الكرة المصري.